بسبب انتشار الكمبيوترز والأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت زي الموبايل ودخول الكمبيوتر في عالم التجارة والصناعة وفي كل مناحي الحياة تقريبا، بقى في حجم ضخم جدا من البيانات بينشأ من جميع الأجهزة وقواعد البيانات المنتشرة حوالين العالم واللي بقت أغلبها متصلة بالإنترنت. حجم البيانات الضخم ده طلع مصطلح اسمه Big Data، من اسمها كده يعني بيانات ضخمة بدون دخول في تعقيدات تقنية. كفاية بقى تعرف ان دي بيانات ما ينفعش تخزنها في قواعد بيانات تقليدية او في ملفات اكسل بسبب طبيعة البيانات دي وحجمها اللي بيزيد بشكل كبير وبسرعة. في نظريات كتير جدا في البيج ديتا، لكن ده مش موضوعنا النهاردة. يكفي ان اقولك ان في خواص للبيانات الضخمة دي، منها مثلا السرعة اللي بتتغير بيها البيانات دي. بص مثلا على فيسبوك مثلا، شوف كم واحد بيكتب بوست في الثانية الواحدة وكم واحد بيعمل لايك. كل دي بيانات بتتغير بسرعة كبيرة جدا وفي نفس الوقت حجمها بيزيد بشكل رهيب. خاصية كمان وهي التنوع، يعني مفيش نوع واحد من البيانات، هتلاقي أنواع كتير جدا زي مثلا الداتا بتاعت الموبايل والاتصالات والسنسورز وغيرهم. الأهم بقى في النهاية الفاليو أو القيمة بتاعت البيانات دي وإزاي هنستخدمها. في ناس بتقول إن البيج ديتا مفيدة جدا وبتساهم في زيادة الشفافية والاعتمادية والتطور، وفي ناس تانية شايفة إنه نهاية عصر الخصوصية على الإطلاق. عموما بقى ده جدل كبير جدا ممكن نناقشه في حلقة تانية، لكن اللي يهمنا النهاردة هو الحجم الضخم من البيانات دي واللي بيزيد كل يوم، هنخزنه فين؟ أكيد بيتخزن حاليا زي ما ناس كتير عارفة في الديتا سنترز أو مراكز البيانات اللي ليها قدرات مهولة جدا في معالجة وخزين البيانات، زي مثلا الديتا سنترز بتاعت جوجل وآي بي إم وأمازون وغيرهم. طبعا مش محتاج أقولك مراكز البيانات دي بتستهلك كهرباء قد إيه وبتولد حرارة قد إيه. تعال أوريلك نموذج للديتا سنتر عند جوجل. Here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. ده شيء عظيم جدا. بالمناسبة ده داتا سنتر واحد تابع لجوجل اللي عنده داتا سنترز كتير متوزعة في أكتر من دولة. شركة آي بي إم بتقول في إحصائية إن حجم البيانات اللي بيتم إنتاجها زاد بحوالي 300 مرة عن حجم البيانات اللي أنتجناها من 2005، وتقريبا في 2020 حجم البيانات هيوصل لحاجة اسمها 40 زيتا بايتس، وده تقريبا 43 تريليون جيجا بايت من البيانات. عموما احنا في 2017 طبقا لشركة سيسكو البشرية دخلت في حقبة الزيتا بايت من البيانات، والزيتا بايت دي تقريبا 1 بليون تيرا بايت او 1 تريليون جيجا بايت، ولسه الانفجار الهائل في المعلومات شغال. هنا بقى هنرجع لنفس السؤال المهم اللي سألناه من شوية، يا ترى الحجم الرهيب في البيانات ده هنتعامل معاه ازاي على مستوى القدرة الهائلة المطلوبة لتجميع البيانات دي وتخزينها ومعالجتها. طبعا انا مش بتكلم على الكمبيوتر اللي في بيتك ولا على مساحة الهارد ديسك بتاعك وفلاش درايف، انا بكلمك عن الزيتا بايتس من البيانات والحسبة بتحسب. هنروح فين بقى من حجم البيانات ده؟ هنخزنه فين؟ عموما في تطور رهيب جدا في تخزين البيانات، لكن علماء مش واقفين يتفرجوا على الزيادة الضخمة في البيانات من غير اي حلول بديلة تستوعب الحجم المهول من البيانات ده. المهم ان في سنة 2016 مجموعة من الباحثين من مايكروسوفت وجامعة واشنطن اعلنوا عن اكتشاف مهول. تعال نشوف جزء منه. We're working on the problem of storing large volumes of digital data. We are using DNA as a storage medium for digital data. يا حلاوة، انت سمعت الناس بتقول ايه؟ تخزين البيانات على الدي ان ايه؟ يعني بدل ما سعادتك تبقى ماشي كده ومعاك external hard drive او flash memory، هتبقى ماشي ومعاك مركب متخزن عليه دي ان ايه وعليه ملايين الملفات. ايه الخيال ده؟ وليه تشيل بقى مركب؟ ما ممكن تخزن البيانات دي تحت الجلد وساعتها الناس هتبقى ماشيه ببيانات تحت الجلد. ايه الخيال ده؟ خزعبلات صح؟